كنا بنتكلم من شويه عن المعسكر في النمسا، فاحنا معانا من النمسا عبر الهاتف زميلنا العزيز فاروق صلاح اللي هيعرفنا بقى اخر المستجدات واخر الاخبار. يا فاروق صباح الفل عليك، اتفضل. برحب بيك يا كريم، برحب بيك يا كريم، برحب بكابتننا الكابتن اسلام عادل، وبرحب بكل مشاهدينا ومشاهدي ومتابعي شاشه قناه النادي الاهلي في كل مكان. طمنا بقى يا فاروق، النهارده يمكن النهارده هيكون في وديه، يعني عايزين نعرف اخر الاستعدادات لهذه الوديه ان شاء الله. يعني خليني اقول لك يا مريم، بالامس طبعا كان التراي ماتش بالنسبه لمستر كولر مع اللاعبين بعد مغادره يعني 10 لاعبين لمعسكر النادي الاهلي، بيرستا ورباعي المنتخب المصري الاول وثلاثه المنتخب الاولمبي وايضا اليو ديانج وعلي معلول. التراي ماتش امبارح مستر كولر خلاص بيتعامل مع الامر الواقع، مع الظروف المتاحه حاليا، بعض اللاعبين طبعا بيجربوا في بعض المراكز، لكن خليني اطمنك ان يعني بالامس في التراي ماتش يعني نقول مشاركه جيده جدا او اعتماد من مستر كولر على اكرم توفيق وكريم فؤاد وامام عاشور، اللي احنا زي ما اكدنا بالامس يا مريم ان خلاص مستر فينكل او كريستيان فينكل الدكتور وضح خلاص يعني جاهزيته من الناحيه الطبيه. تبقى طبعا الامر الفني يخضع ليه رؤيه مستر كولر للاستعانه بهم في خلال هذه المباراه او المباراه السوبر الافريقي، لكن خلاص جاهزيتهم شفناهم بالامس التدريب بالكامل التراي ماتش. ايضا في لعيبه ظهرت بمستوى جيد جدا بدءا من اول يوم في المعسكر، بتكلمي على قفشه، على طاهر، على حسين الشحات، على صلاح محسن، على كريم نجد اللي عودته اضافه قويه جدا للنادي الاهلي، ايضا يعني كهربا، استمرار ايضا للعيبه المتصاعده من قطاع الناشئين اللي ظهرت امبارح بشكل كويس، سواء طبعا اللاعب معتز محمد مع زعلوك، طبعا مع فخر بالامس يعني مستر كولر بيجربه في مركز الظهير الايمن، الحاله العامه للفريق ان شاء الله النهارده طبعا، واللي احنا شفناه في المباراه في المران بالامس ان شاء الله مردوده يكون على الفريق النهارده. طبعا النهارده هيبقى في يومنا اليوم الاعتيادي بالنسبه لمستر كولر في المباريات، هيبقى في طبعا وجبه الغداء هتكون في تمام الساعه الواحده والربع، ثم المحاضره الفنيه لمستر كولر هتكون في تمام الساعه الثانيه ثانيه ظهرا، ثم التحرك الى المدينه اللي بتبعد عن مقر اقامه فريق النادي الاهلي في 45 دقيقه، يعني من 30 دقيقه ل 45 دقيقه، ثم هتكون طبعا المباراه في تمام الساعه الخامسه بتوقيت النمسا، السادسه بتوقيت القاهره ان شاء الله. المباراه ختام مميز، اتمنى طبعا نطلع بدون اصابات. طبعا انت عارفه كابتن اسلامي هيتكلم في هذا الامر ان المباريات الوديه او التجارب في المعسكرات الاعداد يهم في المقام الاول، بعيدا عن النتيجه، بعيدا عن اي شيء، يهمك ان انت تطلع بدون اصابات، سلامه اللاعبين مهمه جدا، خاصه هتبقى مقبل على معترك كبير جدا، سواء بدءا من مباراه السوبر الافريقي، ثم تباعا مباراه الدور التمهيدي لدوري ابطال افريقيا، ثم في مباراه دوري، ثم سوبر افريقي، موسم صعب جدا. بالامس كان لها احاديث جانبيه مع بعض اللاعبين يا مريم، اللعيبه عندها خلاص احنا الامر الخمس بطولات بيزود يضع ضغط على اللاعبين، لكن بيزود الدوافع بالنسبه للاعبين للمرحله القادمه. اللعيبه بتقول السنه دي احنا عندنا بنتكلم في تسع بطولات، احنا جمهور النادي الاهلي مش هيقبل او يتقبل الا ان انا اخد من التسع بطولات العشره، مش السبعه ولا الثمانيه، فده امر مهم جدا. العقليه والشخصيه اللي عند لعيبه النادي الاهلي اعتقد منعكسه في كلامهم، منعكسه في تدريباتهم، خلاص كل لعيب عارف يعني البرنامج بتاعه والسيناريو بتاعه، فان شاء الله مردود ده كله يا مريم كريم ان شاء الله، ان شاء الله يعني على المستوى الشخصي من اللي احنا لامسينه وشايفينه متفائلين جدا باللاعبين، الكابتن الخطيب وحرص قدام على يعني رغم الظروف الصحيه، لكن خلينا نطمن كل جماهيرنا وجماهير النادي الاهلي حريص ان يطمن على كل التفاصيل، بيعقد جلسات مع اللاعبين اكتر من جلسه بيتكلم مع امام، خلاص يعني امام جوه اجواء النادي الاهلي اصبح واحد يعني كانه بقاله كتير جوه النادي الاهلي، دور كبير لكهرباء في هذا الامر. اللعيبه الجديده ريبو سليم خلاص انتهر ودخل خلاص الاجواء مع لعيبه النادي الاهلي، كريم ندفد اللي واحد من كباتن الفرق يعني بالمناسبه هو الترتيب الخامس في كباتن فريق النادي الاهلي، صلاح محسن اللي يعني اعتقد ان شاء الله هيكون ليه دور كبير جدا مع النادي الاهلي هذا الموسم. اجواء ان شاء الله يا مريم يا كريم هيكون مردودها باذن الله بدءا من مباراه السوبر الافريقي باذن الله. طيب احنا طبعا كلنا شايفين ولامسين يعني ان شاء الله للمعسكر ده في النمسا هيبقى له انعكاسات طيبه جدا على سكواد النادي الاهلي، بس احنا عايزين نقف معاك بحكم طبعا ان انت اقربنا للسكواد وحاضرهم يوميا وشايف بنفسك وبعينك التفصيله اللي انا عايز اعرفها منك، اللي هي
تفصيلة الاندماج، يعني اندماج العناصر الجديدة اللي أضيفت أو اللي انضمت مؤخرا للسكواد، إلى أي درجة متحققة في معسكر النادي الأهلي في النمسا، ومين أهم العناصر اللي مساعدة على تحقيقها؟ يعني النقطة دي مهمة جدا في غاية الأهمية يا كريم. يعني أنت بتحتاج دايما في البداية انضمام أي لعيب ياخد فترة إن هو يكون مع الفريق، يبدأ ياخد في الأجواء. في اوقات كتير جدا انت بتبدا الموسم خلاص بالمباريات، اللعيب ما بياخدش وقت، ما بيلحقش ياخد وقت، فبيضطر ان هو اندماجه يجي مع المباريات. لكن هذا الموسم الوضع مختلف شويه، الوضع مختلف بالنسبه لك ان في فتره اعداد اللعيبه يوميا، انت بتتكلم على مدار ساعات اليوم موجودين مع بعض. خلاص الامر ده كان مهم جدا في اندماج لاعب زي رضا سليم، لاعب زي امام عاشور. امام عاشور الدور الاكبر لكهربا، يعني كهربا مع امام عاشور يعني تقدر تقول بقى يعني ثنائي متناغم. الكابتن الخطيب دايما بيتكلم مع كهربا، سواء في كلامه مع رضا سليم او مع كهربا، حتى كهربا يقول لهم انا بعلمهم علام ولاد النادي. فاعتقد بتبقى من الحاجات الجميله. رضا سليم طبعا اندماجه خلاص يعني دور كبير جدا طبعا لعلي معلول. الكابتن محمد الشناوي في بدايه الامر، الكابتن الشناوي يعني كلامه كله مع كل اللاعبين، يعني انا بلاقيه يعني بيقول لي رضا سليم اي حاجه انت عايزها انا في ظهرك، يعني انا بقول لك باللفظ فعلا، يعني انا كابتن الشناوي بيتكلم رضا سليم اي حاجه انت عايزها انا في ظهرك، انت هنا اخونا، انت معانا، احنا كلنا اسره عيله واحده. امور كلها بتدي اطمئنان للاعب. تبص على ملامح رضا سليم وهو بيتكلم او هو يعني بيتحدث بيتجول في مقر الاقامه، لا خلاص هو متعود على الاجواء. رضا سليم قال لك انا جاي احقق احلامي اللي انا يعني بحلم بيها من اول ما لعبت كوره مع النادي الاهلي، عندي احلام كتير جدا وشايف ان المكان الوحيد اللي في افريقيا اللي هيحقق لي الاحلام دي هو النادي الاهلي. اللعيب عنده الفكر وعنده العقليه. من الامور الثانيه المهمه جدا اللي بتساعد عمليه الاندماج، الدور المهم جدا لكارلوس المطور الاداء، يعني مطور الاداء بيشتغل شويه. الكابتن اسلام يتكلم في هذا الامر باستفاضه اكتر، ان الاهلي بينضم له في الجهاز الجديد او في هذا الموسم مستر كارلوس، ده مطور اداء ومكتشف مواهب، فبيشتغل مع بعض اللعيبه اللي عندها بعض النواقص. يعني زي ما قلنا في لعيبه بتلعب بالقدم اليمنى مستر كولر بيحتاجها في اكثر من مركز، زي خالد عبد الفتاح بيلعب ظهير ايمن، بيلعب قلب دفاع، بيلعب ظهير ايسر، بتحتاجه في اوقات كتير جدا. فمستر كارلوس بيشتغل معاه انه يجيد اللعبه بالقدم اليسرى. لعيب زي زعلوك شايف اللي عنده المستقبل في مركز المهاجم، بيحاول يشتغل معاه على تطوير انهاء الهجمه بشكل مميز جدا. لعيب زي رافت خليل بيلعب بالقدم اليسرى، بيشتغل معاه انه يلعب بالقدم اليمنى. الامور دي مديه يعني رضا سليم ايضا مع امام عاشور، الامور دي كلها مديه للعيبه خلاص في يعني مجموعات مهمه جدا، في دور للاندماج مهم جدا سواء في التدريب سواء خارج التدريب بالالعاب الترفيهيه. يعني زي ما قلنا كريم، نهائي بطوله الالعاب او بطوله البلاي ستيشن ما بين اللاعبين كانت انتهت بفوز طاهر على احمد نبيل كوكا 6-1. بالامس حسين الشحات فاز ببطوله البينج تنس الطاوله، فاز بعد ما غلب في النهائي زعلوه. ففي امور مديه اندماج للعيبه في جانب ترفيهي او فني شويه، مقرب الامور من اللعيبه ان شاء الله زي ما قلنا مردودها باذن الله يكون في هذا الموسم بدءا من مباراه السوبر باذن الله ان شاء الله يا فاروق. طيب اخيرا خلينا نطمن منك بقى على صحه كابتن خطيب، هل خلاص غادر الى فرنسا لاستكمال بقيه الفحوصات الطبيه ولا يعني لا يزال موجود في النمسا؟ خلينا نطمن منك اكتر، يعني لان كل جماهير النادي الاهلي اكيد حريصه ان هي تعرف صحته بقت عامله ايه دلوقتي. يعني بطمنك يا مريم، يعني عارفه قيمه الكابتن محمود الخطيب. الكابتن الخطيب يعني في كل الظروف بيتحامل على نفسه من اجل يعني متابعه كل الامور، بيتابع امور كتير جدا مع الجهاز الاداري مع الجهاز الفني، عايز يشوف اللعيبه محتاجه ايه، الجهاز الفني محتاج ايه. لكن زي ما باكدلك الكابتن لا لسه موجود معانا في النمسا، هيكون طبعا موجود في المباراه الوديه طبعا، ثم طبعا هيكون الكابتن هيغادر الى فرنسا ان شاء الله بعد طبعا اليوم، هيكون الكابتن هيتوجه الى فرنسا لاستكمال البرنامج العلاجي للكابتن محمود الخطيب اللي نتمنى له يا رب السلامه وربنا يحفظه. في امور احنا لامسينها من بعض الجماهير اللي بتبقى حريصه انها تبقى موجوده عشان تتصور مع الكابتن الخطيب، يعني في بعض افراد الجاليه المصريه بالمناسبه منهم ناس زملكاويه كانوا حريصين يقول لك احنا جايين نتصور مع الكابتن الخطيب.
احنا جايين نتصور مع اسطوره في الرياضه المصريه، ايقونه اللي بنتشرف بيها قدام العالم، ان احنا عندنا حد بقيمه الكابتن محمود القتيل. اعتقد كلها يعني امور ان دلت بتدل على اولا حب، ده نعمه من ربنا، ربنا واهبها للكابتن محمود الخطيب، قيمه ومكانه الكابتن الخطيب وقيمه ومكانه النادي الاهلي. جميل كالعاده، بنشكرك على هذه التغطيه الوافيه كالعاده، برضه ده مش جديد عليك. عن طريق بقى التي في يو يا كريم، عن طريق التليفون، يعني الحقيقه فاروق قايم بالواجب معانا عن طريق كل الوسائل.